السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكمل ما بدأناه في الدرس السابق، حيث تناولنا وظيفة الحيوية وهي الأطراح. شاهدت بنية الكلية بالتفصيل وبنية الأنبوب البولي. اليوم سنتعرف على آلية عمل هذا الأنبوب البولي. طبعا النفرونات أو الأنبوبات الأنابيب البولية التي توجد في الكلية هي تعد الوحدة الوظيفية، مثل ما شايفين بهاي الصورة المحفظة الكبيبية أو محفظة بومان. اثنين الأنبوب أو النبيب المتعرج القريب، عروة هالة، الأنبوب المتعرج البعيد والقناة الجامعة. النفرونات يوجد لدينا نوعان، النفرونات قشرية قريبة لمنطقة القشرة، ونفرونات لبية اللي هي قريبة لمنطقة اللب أو قرب لبية بيسموها. طبعا الفرق بيناتهم، القشرية هي اللي بتكون فعالة وبتشتغل في وقت بتكون كميات كبيرة من الماء، أما النفرونات قرب لبية تعمل على ضبط حجم البلازما في حال شح المياه أي قلة المياه. كيف تعمل هذه النفرونات أو آلية عملها؟ تتم آلية عمل النفرون أو تشكيل البول اللي هي مهمته الأساسية، راح تتم على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي الترشيح الفائق. ما المقصود بالترشيح الفائق؟ الترشيح الفائق مثل ما أنا شايفين هون بالصورة، هي عبارة فقط محفظة بومان، راح يدخل الدم لداخل الكبيبة ويتم ضمنه ترشيح، يعني مثل التصفية. لكن هون بهي الترشيح راح ترشح جزيئات صغيرة، يعني المهمة والغير مهمة، ضارة وغير ضارة. يعني في مواد مهمة راح ترشح من خلالها مثل الماء، السكر، البول، الغلوكوز، هاي مواد مهمة، هاي كلها راح تتجمع في سائل يدعى بالرشاحة المحفظية أو بيسموه بالبول الأولي. لكن هون ما هو اللي راح ينطرح مباشرة عبر الكلية؟ راح تكمله عملية أخرى وهي المرحلة الثانية من تشكيل البول، وهي إعادة الامتصاص. إعادة الامتصاص الانتقائي ضمن هاي المرحلة راح تستعاد بواسطه إيش في مواد لازمة للجسم. يعني مثلا مو بالمرحلة الأولى صار عنا ارتشاح ماء وسكر، ما المفروض كلها تنطرح؟ لازم أنا يبقى عندي نسبة معينة من هاي المواد بجسمي. عن طريق عملية إعادة الامتصاص هي اللي راح تتحكم بنسب المواد اللي راح يعاد امتصاصها. وين راح يعاد امتصاصها؟ طبعا راح يعاد امتصاصها عبر أجزاء الأنبوب البولي مثل ما أنا شايفين. يعني في مواد يعاد امتصاصها في مستوى النبيب المتعرج القريب، في مواد يعاد امتصاصها في عروة هالة، في النبيب المتعرج البعيد والقناة الجامعة. طبعا واللي بيحكي بقوانين فيزيائية وتأثيرات أيضا هرمونية مثل ما راح نشوف هلا بعد شوي. إذا آلية عمل النفرون على مرحلتين، أول مرحلة ترشيح فائق، نتيجته راح تتشكل رشاحة محفظية، ومن ثم هذه الرشاحة المحفظية راح يطرأ عليها عملية إعادة امتصاص. المهمة طبعا ليش بتصير عملية إعادة امتصاص؟ إيش الغاية من هاي المرحلة؟ الغاية منها هي أهداف، هدف واحد أساسي اللي هو الضبط، ضبط ثوابت. أهم هاي الثوابت هي ضبط كمية الماء، اثنين ضبط كمية شوارد الصوديوم اللي هي نحن بنعرف إلى دور كتير كبير في تشكيل السيالات والحفاظ على انتقال الأوامر ضمن الجسم. ثلاثة ضبط قيمة البي اتش في الدم. طبعا كلكم صرتوا تعرفوا إيش معنى البي اتش، وحكينا عنه في الدرس الماضي، هو عبارة عن درجة الحموضة الدم اللي هي المفروض تكون معتدل، وسط معتدل، يعني قريب السبعة. هلأ رح ناخد كل وحدة ونشوف إيش الآلية، شلون بدها تعمل الكلية على ضبط الماء، شلون بدها تعمل على ضبط الصوديوم والبي اتش. يا ترى لحالها رح تحسن تنظم هالأمور هاي؟ لا، في عنا مساعدات هرمونية هي اللي رح تتدخل في تنظيم عمل الكلية. أولا الماء، مين اللي رح يتحكم فيه؟ رح يتحكم فيه هرمون الـ ADH. هذا ADH طبعا هو اختصار من أنتي ديوريتيك هرمون، أي الهرمون المضاد للإبالة. هذا الهرمون طبعا كلكم تعرفوا إنه هو يطرح أو يحرر
من النخام الخلفية للغدة النخامية. هذا الهرمون رح يتحكم بنفوذية النبيب المتعرج البعيض والقناة الجامعة بالنسبة للماء، يعني ما بيخلي الماء ينطرح ويصير مع البول النهائي. رح يعمل هذا الهرمون على إعادة امتصاص الماء. فأنا هون أمام حالتين، إما يكون عندي ماء وافر، فإيش اللي بيصير؟ بيصير عندي هون آليات تختلف لما بيكون الماء قليل. لما بيكون الماء وافر، يا ترى الـ ADH رح ينفرز كتير إلا يقل؟ لا، أكيد رح يتوقف إفرازه، رح يقل معدل إفراز الـ ADH، لأن أنا ما بدي أعيد امتصاص الماء. إذا عندي مي كتير المفروض أطرحها برات الجسم، لذلك رح يقل إفراز الـ ADH، وبالتالي طرح ماء أكثر، يعني رح يصير كمية الماء المطروحة في البول أكثر، وبالتالي يكون صفة البول ممدد وليس مركز. ليش؟ لأنه معظم تركيبه عبارة عن ماء. الحالة الثانية اللي هي معاكسة تماما، في حالة الماء القليل إيش اللي بيصير؟ ماء قليل أنا جسمي بده مي، بدي أحافظ على نسبة ثابتة، وهون الجسم ما عم بيدخل له ماء، فإيش بدها تعمل الكلية هون؟ بدها تعيد امتصاص أكبر قدر ممكن من هذا الماء، عن طريق طبعا مين اللي بيخليه؟ زيادة إفراز الـ ADH رح يزيد من إعادة الامتصاص، وبالتالي طرح ماء أقل، والبول إيش بيكون صفته؟ مركز. طبعا بتكون صفة البول مركز، أي كمية الماء الموجودة في هذا البول المطروح قليلة جدا. الغاية طبعا هو الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الماء داخل الجسم، وهذا الشيء اللي بيفسر انه معظم الحيوانات الصحراوية مثل الجمل عنده الـ ADH كتير إلا قليل. طبعا الـ ADH كتير ليش؟ لأنه هي بتعيش بمنطقة فيها شح مياه، فالماء مفروض تطرح ماء كتير، لذلك يغزر أو يزداد إفراز الـ ADH عند الحيوانات الصحراوية. إذن هيك بنكون شفنا آلية ضبط كمية الماء بتدخل هرموني، هو هرمون برجع بذكر رمزه وضروري تحفظوا الرمز، ADH أي أنتي ديوريتيك هرمون، الهرمون المضاد للإبالة الذي يعمل على إعادة امتصاص الماء. بس فهمنا وظيفة الهرمون بنعرف آلية عمله إن كان وافر وإن كان الماء قليل. ننتقل إلى الوظيفة الثانية وهي ضبط شوارد الصوديوم. طبعا ضبط شوارد الصوديوم يتم بتأثير أيضا هرموني، بتأثير حاثة الألدوستيرون. طبعا الألدوستيرون يفرز من قشرة الكظر اللي هي الغدة الكظرية الموجودة على الكلى. يعمل هذا الألدوستيرون على زيادة امتصاص الصوديوم، يعني بيزيد من إعادة امتصاص الصوديوم، يعني بيحتفظ بالصوديوم، وبيطرح مقابله البوتاسيوم لحتى يعدل الشوارد عبر النبيب المتعرج البعيد. معناته بناء عليه أنا إذا عندي حالة كتير صوديوم، يعني شخص تناول كمية كبيرة من الملح، طبعا هذا الشيء ضار للجسم، ما المفروض يكون نسبة الأملاح كبيرة، فهون دا يصير بقى التدخل، الكلية تتحكم بتأثير هرموني. إيش اللي بيصير في عندي صوديوم كتير؟ يا ترى الألدوستيرون دا يشتغل إلا دا يوقف؟ لا، أكيد دا يوقف، لأن أنا بعرف وظيفته هو دا يحتفظ بالصوديوم. أنا عندي صوديوم كتير معناته دا أكب صوديوم لبرا، وهيك فلذلك رح يقل إفراز الألدوستيرون، وبالتالي رح يتم منع استعادة الشوارد وبالتالي طرحها مع البول. وبالحالة المعاكسة تماما، لما بيكون عندي قلة في الصوديوم إيش بيصير بالألدوستيرون؟ بيزداد إفرازه وبالتالي يعيد امتصاص الصوديوم. هاي بالنسبة لضبط شوارد الصوديوم، طبعا دائما بتكون بالتزامن أيضا مع كمية الماء، يعني هون أنا عندي الألدوستيرون ده يشتغل بالتزامن مع مين؟ مع الـ ADH، مع الـ ADH، لأنه احنا بنعرف دائما الأملاح راح تكون منحلة في الماء. هاي بالنسبة لضبط شوارد الصوديوم، إذا صار عندي هون هرمون جديد هو الألدوستيرون علاقته مع الصوديوم، ADH مع ماء، كمان أنا في علاقة بين الماء والصوديوم. ليش؟ لأنه الأملاح هي راح تكون منحلة في الماء. ثالثا ضبط كمية البي اتش. البي اتش قلنا درجة الحموضة، طبعا درجة الحموضة أنا عندي حالتين، إما تكون البي اتش قيمتها عالية
مرتفعة، يعني ما دام البي اتش مرتفعة معناتها الوسط ايش رح يكون؟ قلوي، يعني رح يكون اكثر من 7. ايش بيصير بهي الحالة؟ طالما الوسط قلوي انا بدي احاول معناتها ارجع الدم لايش؟ للوسط المعتدل، يعني اصير قراب السبعة، يعني اقرب لايش؟ اقرب للحموضة. معناتها بدي احاول ايش اعمل؟ بآلية استعادة شوارد الهيدروجين، لانه لما بيكون في عندي شوارد هيدروجين رح يكون اقرب لايش؟ للحموضة، وبالتالي تعمل على خفض قيمة البي اتش لحتى احسن اصل للسبعة. 2، استبقاء شوارد البيكربونات في النبيب المتعرج البعيد. ليش استبقاء في البيكربونات؟ استبقاء يعني بدها تنطرح، والبيكربونات هي اللي بتسبب قلنا القلوية. فبآليتين استعيد شوارد الهيدروجين ارجعها على الدم، واعيف البيكربونات في المتعرج البعيد. ليش؟ مشان ينطرح مع البول النهائي، وبالتالي اعمل من خلال هاي الآليتين على ايش؟ على خفض البي اتش المرتفعة حتى أقدر أصل للمعتدل. هاي بالنسبة لحالة الارتفاع. الحالة الأخرى احنا دايما بنقول زيادة أو نقصان هو ضرر، بدي أصل للمعتدل. انخفاض البي اتش يعني الوسط حمضي، يعني البي اتش ممكن تكون 2 ممكن تكون 3، ايش قد بدها للسبعة؟ بدي أرفع. طالما بدي أرفع رح تكون الآلية معاكسة لآلية الارتفاع. هنيك استعادت الهيدروجين رجعته على الدم، هون لا، ده استبقي الهيدروجين أعيفه فيه أقسام الأنبوب البولي لحتى ينطرح، وتعمل الكلية أيضا تحث على إنتاج شوارد الأمونيوم NH4 موجب. رح يصير تفاعل كيميائي بين هاي الـ NH4 موجب والحموض القادمة للكلية، فإيش بتشكل لي؟ بتشكل لي أملاح الأمونيوم التي تطرح عن طريق البول النهائي. بهي الآلية إيش بعمل؟ بعمل على رفع تقريبا الـ pH. ليش؟ لأنه أنا هون عم بتخلص من الهيدروجين، فرح حموضة الوسط تختفي، رح أصير أقرب للمعتدل. فأنا بس حفظت حالة واحدة، الحالة الثانية معاكسة تماما، ارتفاع بي اتش قلوي. طالما قلوي معناته أنا بدي أقرب للحموضة حتى أقرب للسبعة، بدي اتش موجب، تمام؟ بيكربونات ما بدي إياها لأنه هي اللي بتعطي الوسط القلوي. بينما بالحمضي على العكس، حمضي أنا ما بدي حمضي، بدي معتدل، معناته بدي اتخلص من الهيدروجين. شلون بدي اتخلصه منه؟ من خلال تفاعله مع الامونيوم واللي بيشكل املاح تطرح عن طريق البول. هاي بالنسبة للآليات الثلاثة اللي هي اهم الامور الاساسية اللي لازم تنضبط داخل جسمنا، طبعا بالاضافة لمواد كتيرة من السكر من شوارد البوتاسيوم، طبعا رح يصير عملية ضبط لكافة هاي المواد. بعد ما تشكل البول، تشكل البول بمكوناته المعينة اللي هي رح يحتوي على ماء، رح يحتوي على شوارد، رح يحتوي على بولة، رح يحتوي على حمض البول. هلأ بعد ما تشكل هالبول اللي تقدر كميته تقريبا رح عندما يصل لحد معين تقريبا 350 سنتيمتر مكعب، رح يصف الحويضة، الحويضة تروح على الحالب، والحالب يصب بالمثانة. بالمثانة رح يتجمع البول عندما يصل تقريبا لحد معين تقريبا 350 سنتيمتر مكعب. هون رح يكون بمثابة منبه، المنبه هو اللي رح يسبب تنبيه المستقبل. المستقبل وين موجود؟ موجود في جدران المثانة. هلأ البول لما بيصل لحد معين رح يضغط على جدران المثانة، نحن بنعرف المثانة كيس عضلي، رح يضغط عليها، فيها نهايات عصبية حسية اللي هي ناجمة عن تفرعات العصب الحوضي. تنبهت هاي النهايات ايش تتشكل عنا؟ بمجرد تنبهت هاي النهايات اللي هي بمثابة مستقبل راح تشكل سيالة. هالسيالة راح تروح على الجهاز العصبي وتولد احساس بالامتلاء والرغبة في التبول، وبالتالي حدوث عملية التبول. إذا بنرجع نعيد الخطوات، تجمع البول لحد معين، نحن بنعرف المثانة بتتمدد تتمدد لكن تصل لحد خلص ما عاد، بمجرد ما يصل لحجم معين رح تنبه النهايات العصبية الحسية اللي موجودة. وين هاي النهايات العصبية الحسية؟ بجدران المثانة اللي هي ناجمة عن تفرعات العصب الحوضي. تنبهت النهايات شكلت سيالة، السيالة بتروح على الجهاز العصبي، والجهاز العصبي بيصدر أوامر للعضلات الملساء في المثانة بأنه تتقلص لحتى تفرغ المثانة.
لكن يا ترى ليش الأطفال أو الصغار بيصير عندهم تبول لا إرادي بسبب هاي العملية؟ لأنه الجهاز العصبي عندهم غير مكتمل، فبالتالي ما بيكون التبول إرادي. لكن لما رح يكتمل تقريبا قرابة السنتين، في أطفال ممكن يتأخروا ل3 سنوات. طبعا السبب لعدم اكتمال نمو الجهاز العصبي لديهم. السلام عليكم.